مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم ككل يوم احد مع برنامجكم الحواري حديث مع الصحافه. هذا المساء سنخصص نقاش الحديث عن كره القدم الوطنيه وخصوصا ثقافه التشجيع الرياضي، ظاهره الالتراس، واحيانا ما نلاحظه من عنف داخل الملاعب بالمغرب. الحديث عن كل هذه المواضيع ضيوفنا هذا المساء هم صحفيون رياضيون ومختصون في علم الاجتماع الرياضي، السي احمد مشكح نائب رئيس الجمعيه المغربيه للصحافه الرياضيه. سي احمد مرحبا بك. مرحبا سي عبد الله، شكرا على الدعوه وشكرا لمشاهدي القناه الثانيه. شكرا لك الحضور. جمال صطيفي صحفي بيوميه المساء، شكرا لك الحضور. شكرا لك، مساء الخير وشكرا مره اخرى. مرحبا بك معنا، اذكر ايضا بانك رئيس القسم الرياضي بجريده المساء، شكرا لك الحضور. وايضا عبد الرحيم برقيه استاذ علم الاجتماع، انت متخصص في ظاهرة المشجعين كرة القدم، عندك واحد الكتاب صدر الان الطبعة الثانية اللي غتخرج هذه الأسابيع هذه المقبلة، ديزيبتخا دون لا فيل. مرحبا بك. شكرا، شكرا على الاستضافة وشكرا للزميل والزملاء الكرام. شكرا لك الحضور. بداية نبداو بما وقع منذ دقائق، يعني انتهاء مقابلة الديربي البيضاوي بين الوداد والرجاء. هذا ماشي هو الموضوع ديالنا، ولكن تكلموا لي مادام بأنه يلا انتهى المقابلة، انتهت بتعادل هدفين لكل فريق. في نظري كان من احسن الديربيات منذ سنوات، ما عرفتش واش كتشاطروني هذا الراي ولا لا، وكيفاش بانت لكم هذه المقابله هذه؟ احمد سعد تفضل. انا كاعتقد انه هذا نتيجه التعادل كانت منصفه للفريقين بالنظر لما قدمه لا الوداد ولا الرجاء. صحيح انه حينما تقرا الارقام تجد على ان الرجاء كانت تمتلك الكره اكثر، ولكن على مستوى الفعاليه، على مستوى النجاعه، كانت الوداد افضل، بدليل انها كانت سباقه الى التسجيل في مناسبتين قبل ان تعود الرجاء لكي تتعادل. وكي قلتي هذا واحد من الدربيات الجميله جدا التي تابعناها في العشر سنوات الاخيره، بحيث انه كان الاندفاع، كان الفعاليه، كان الحضور الجماهيري، رغم انه ماشي نفس الحضور الجماهيري، وهذا يمكن نعاودوا نرجعوا ليه، لانه الترات للرجاء قاطعت هذا الديربي لاسباب يمكن نعاودوا نناقشوها، ولكن كان مع ذلك حضور جماهيري متميز مقارنه طبعا مع مباريات ديال البطوله. في العموم هذه واحده من المباريات اللي تعطي لكره القدم المغربيه واحد الجماليه، واحد الاشياء التي يجب ان ندفع بها الى الامام. سي جمال، كيفاش شفت هذه المقابله؟ ديربي ممتع، ديربي في كل مواصفات الإثارة والتشويق، انت التشويق إلى غاية الدقيقة الأخيرة. تعودنا على الديربيات السابقة يطبعها التحفظ، تطبعها الصرامة التكتيكية للمدربين، دائما الهدف الخروج بأقل الأضرار. ديربي اليوم كان مختلفا عن بقية الديربيات، وإن كان النتيجة التي ألا إليها هي نتيجة التعادل. بطبيعة الحال الرجاء كان يسعى لتحقيق نتيجة الفوز ليذوب الفارق مع الوداد، والوداد يعني يسعى أيضا للحفاظ على الصدارة، لأن التعادل بالنسبة للوداد مهم. الرجاء كان يسعى لتحقيق انتصار. تبقى الملاحظة هو أن الديربي مرة أخرى أجرى في مدينة مراكش، الذهاب في مراكش والإياب في مراكش، هذا يطرح يعني علامات استفهام كبيرة. صحيح أن الإلترات في مباراة الذهاب لا إلترات الوداد ولا الرجاء وجهت رسالة لمن يهمه الأمر. في الديربي الحالي أيضا واصلت إلترات الرجاء مقاطعتها للديربي كتنظيم وليس كجماهير، لأن جماهير حضرت يعني ملعب مراكش. في النهاية ديربي قدم صورة إيجابية ومشيعة عن كرة القدم المغربية. سي عبد الرحيم، انا ما تفرجتش في الديربي، شفت غير تقريبا واحد ثلث ساعه، ما كاين ملي كتشوف النتيجه ديال المباراه مرات الاهداف في الديربي. كنظن ان الديربي كان ناجح فرجويا، كان الجمهور تنقل واخا لي جولترا ما كانوش قاطعوا الديربي، خصوصا لي جولترا ديال الرجاء، ولكن على العموم ملي كتشوف اربعه ديال البيوت في ماتش واحد راه زعما راه سيتي بون شوز. كاين واحد القضيه بانه الان في هذه البطوله هذه كان واحد كلشي كان كيعتقد بان البطوله تحسمات، بان فريق الوداد البيضاوي بانه حسم البطوله لصالحه. الان في المقابله الاخيره جا واحد التشويق، واش كتظن بان البطوله الوطنيه تحسمات او لا بانه بصالح الوداد، او لا بانه بقى حتى شي حاجه ملعوبه وبانه كاينه امكانيه ديال الرجوع سواء حسنيه اكادير او الرجاء البيضاوي؟ انا ما اعتقد انه لا الرجاء ولا الحسنيه قادره انها يعني توصل لما وصلت اليه الوداد. الوداد تنعتقد انه اليوم هي في المقدمه، نتيجه اليوم عاود زدتها نقطه في سبوره الترتيب. المطاردين اللي هما الرجاء ولا الحسنيه كيكتفيوا احيانا بالتعادل، بمعنى انه كنعتقد بواحد النسبه كبيره الوداد وضعت القدم الاولى على مستوى سبوره الترتيب والتتويج باللقب في هذا الموسم. يمكن تحدث المفاجأة كرة القدم هي هذه، ولكن بالمنطق
وبالنظر للمسار اللي خضاه فريق الوداد وبالنظر حتى المكونات التشكيلة أو التركيبة البشرية التي يعتمدها فريق الوداد، نعتقد أنه قطع واحد المشوار كبير في الفوز باللقب. سي جمال، كان في السابق كان من الصعب الحديث عن منافسة مع فريق الوداد في ظل الانتصارات المتتالية، وكان يعني أكبر المتفائلين يقول أنه ممكن يعني التنافس حول المركز الثاني، ولكن الصحوة الأخيرة لفريق الرجاء خمس انتصارات متتالية أعادت تشويق يعني للتنافس حول لقب البطولة الوطنية. في نفس الإطار أيضا الوداد واصل يعني توا أيضا تغريد خارج السرب في العشر المباريات الأخيرة، يعني سبع انتصارات وتعادلين، كانت هزيمة واحدة أمام حسنية أكادير، بمعنى أننا أمام مسار فريق بطل. يعني الوداد سي أحمد قال القدم، أنا أقول قدم ونصف، يعني في الطريق للتتويج بلقب البطولة الوطنية، لأن الوداد يحتاج على ما أعتقد ثلاث انتصارات فيما تبقى له من مباريات على أساس أنه يبقى الصراع مفتوحا حول المركز الثاني بين بقية الأندية. إذا رجعوا للموضوع ديالنا بأنه الديربي، كما ذكرت يا سي أحمد وسي جمال وسي عبد الرحيم، بأنه الديربي لم يلعب في مركب محمد الخامس بل لعب في مراكش، وحنا كنعرفوا بأنه الديربي عندما يجرى في السنوات الأخيرة مدينة الدار البيضاء في مركب محمد الخامس فكتكون فرجة أخرى، أجواء أخرى، يعني احتفالية أخرى. وهذا مش الآن لم يصبح حكرا على مركب محمد الخامس، بأن في مجموعة من الملاعب ولات هذيك الجو ديال الفرجة وديال التشجيع ولات ثقافة جديدة ديال التشجيع. يعني السؤال، كيفاش وصلنا حاليا في المغرب لهذا المستوى هذه في الحرفية، في التشجيع، في التنظيم، في الأمور هذه؟ سي عبد الرحيم، أنت كنت اشتغلت على المواضيع هذا، يعني كيفاش وصلنا الآن هذه الثقافة هذه ديال التشجيع بهذا الشكل الذي كنشاهدوا بأنه ولا انتماء الفريق يعني كشيء بين قوسين مقدس، يعني بأنه شيء مهم جدا للأشخاص والناس اللي متبعين كرة القدم، كيفاش وصلنا لهذه المرحلة هذه؟ هذاك الشيء جاء على مراحل عاوتاني. تقريبا الثقافة ديال الأوترا كما جات المغرب كان ظهور ديال الأول في 2005 دونك بانت في الدار البيضاء، دونك كانوا الاولانيين غرين بويز ومن بعد الويدرز. مي عند الجمهور عامه اي واحد تيقول راه انا هو الاول اللي سبقت، الوغ كو كاين شويه الحساسيه في الامر. هي تقريبا ثلاثه موجود ويدادي الويدرز كيقول لك حنا الاولين، غرين بويز كيقول لك حنا الاولين، ودابا حتى الناس ديال تطوان تيقول حنا الاولانيين. فاذا صعيب الحساسيه فما شكون هو الاول هذا الشرعيه التاريخيه صعيبه. انا كنطرق من الابحاث الميدانيه اللي درت، لان تقريبا الابحاث 2008 2009 تقريبا ملي بديت كنسول الدار البيضاء هي الاولانيه، لان دوك لي لوغو اللي بانوا في الاولين والجروبات الاوترا اللي كاين كانوا الاولين في الدار البيضاء، كان غرين بويز اند وينرز. غير بقى الاختلاف شكون اللي سبق، ولكن اللي سبق تاريخيا كان الماتش ديال الرجاء مع نجم الساحل، الماتش اللي كانت الدومي فينال ديال الشامبيونز ليغ. وزعما انا باش تعطي تعلن على نيسونس على ولاده اولترا خصك تحط الباش في التيران. كانوا قبل منهم في الرباط، كانوا في تطوان، كانوا في اكادير، كانوا كيشجعوا مجموعين، وكي ما كانش بالطريقه اللي هي زعما كتعطي نقولوا ولاده رسميه لمجموعه اولترا اللي هي خصك تحط اللوغو في الفيراج. والاولين اللي كانوا سبقوا هما ديال غرين بويز، بعد الباش تحط الباش تحط الباش هو الاول، يعني ومن بعد الوداد كانوا بلاك ارمي حتى همايا وطرع عسكري. دونك وبقى بيناتهم هذا كيعطينا واحد داك لومبيونس الكتريك ما بين الجماهير ديال الدار البيضاء وديال الرباط. انا غير انا سانتقل او سابدا مما انتهى اليه الاخ حينما تحدث على ان الالترا ظهرت في 2005، ولكن الايجابي في الالترا هو انها اعادت الجمهور الى المدرجات، لانه قبل 2005 تقريبا وفي بدايه الألفين كان الجماهير بدات تقاطع المدرجات، ولكن حينما عادت او حينما خلقت هذه الاوترات عادت الجماهير. لماذا؟ لاننا بدانا نتابع فرجه على رقعه المستطيل الاخضر بين اللاعبين، وفرجه في المدرجات من خلال التفوات، من خلال الشعارات. احيانا الفرجه في المدرجات كتكون افضل من الفرجه في الملعب. من خلال الشعارات، من خلال الاناشيد، من خلال الاغاني، من خلال طبعا ديك الصور الكاليغرافيه التي تقدم في المدرجات. ولكن المؤسف هو اننا لم نحافظ على جماليه هذه الالترات، ودخلنا في واحد الخندق اخر، دخلنا في واحد الممارسات اخرى للاسف الشديد اساءت للالترات واساءت طبعا لكره القدم المغربيه، وهي التي ما نسمى اليوم بظاهره الشغب اللي يعني وضعت
كرة القدم المغربية وضعت الملاعب المغربية على فوهة البركان، لدرجة أنه الجماهير العاشقة للعبة بدأت تعود لكي تقاطع المدرجات وتقاطع الملاعب في الوقت اللي كانت الإرترات هي السبب في عودة هذه الجماهير. نرجعوا للنقطة ديال العنف في الملاعب فيما بعد. سي جمال. لا غير فيما يتعلق بالشرعية التاريخية لأول الإرهاصات المتعلقة بتشكيل أول إلترا في المغرب، اعتقد انه من الصعب الحسم في الموضوع، لانه كل واحد كل طرف كيقول لك انا الاول، حتى مجموعه من الابحاث ايضا ما حسمتش في من هي الالترا الاولى اللي رات النور في المغرب. هناك من يقول وينرز، هناك من يقول جرين بويز، ويعني هذا الشيء الصراع حول هذه الشرعيه التاريخيه دائما كاين هذا الصراع، وهذا الصراع ايضا تتلقى حتى داخل الانديه، الانديه التي تجد فيها ايضا مجموعه من الالترات كلها ايضا تتسابق او من اجل الظفر بالشرعيه ديال التاريخيه ديال اول الترات تاسست. فطبيعه الحال الترات اضفت واحد الجو من البهجه، واحد الجو من الجماليه على المدرجات، ساهمت ايضا في تسويق منتوج كره القدم الوطنيه. اليوم اذا كانت البطوله الوطنيه تنقل المباريات ديالها جميعها مباشر، وايضا هناك قنوات اجنبيه ايضا تبدي رغبتها في نقل هذا المنتوج، وايضا مجموعه من الصحفيين الاجانب الذين ياتون الى المغرب من اجل انجاز ريبورتاجات حول البطوله الوطنيه وبالاخص حول الجماهير. فهذا اشاره للدور الايجابي الذي لعبته الالترات في الدفع بعجله كره القدم المغربيه. صحيح هناك من يتحدث عن بعض الممارسات، ولكن ايضا سيكون من باب التجني انه شيطين الالترات لها وجه ايضا مشرق، وجه ايجابي. شاهدنا ايضا الالترات في مجموعه من المحطات، اعطيك محطه ديال كاس العالم للانديه التي نظمت في المغرب والمشاركه التاريخيه لفريق الرجاء، كيف ان الالترات اعطت بهارات خاصه لكاس العالم للانديه. ايضا لما شارك الوداد في كأس العالم في الإمارات، وإن لم يحالفه التوفيق أيضا في أن يذهب في مسار إيجابي جدا، ولكن أيضا الحضور الجماهيري لفريق الوداد من خلال الإلترات الإلترات ديال فريق الوداد أيضا كان له أثر إيجابي، وكان فعال حتى لدى مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم. ايضا ما ننساوش الحديث انه من كندويو الالترات ليس فقط الرجاء والوداد، الالترات اليوم اصبحت في مجموعه من الانديه المغربيه، واصبحت ثقافه الانتماء الى النادي وثقافه الولاء. فيمكن القول ان هنا الولاء للنادي، ولكن ايضا الولاء للالترا، فاحيانا تجد الولاء للالترا اكثر من الولاء للنادي. وان كان لكن هذا هو في اعتقادي، لو سمحتي يا اخي جمال، هذا هو من الذي بدا يخلق لنا اكراهات ومشاكل داخل المدرجات حينما يتغير الولاء من النادي الى الالترا، لدرجه انه كنشوفوا الرجاء والوداد اليوم احيانا الجماهير ترتدي شعارات الالترا اكثر ما ترتدي شعار النادي على مستوى الاقمصه، على مستوى القبعات الى اخره، بمعنى انه يمكن هذا الاختيار هو الذي كان سببا في ان نصل الى هذه المستويات ديال الشغب وديال الممارسات ديال، ولكن هذا ايضا يسائل لا يسائل الالترات. فالالترات اذا كانت اليوم هي قوه تنظيميه، فالتنظيم ديال الالترات احسن من الاحزاب واحسن من النقابات واحسن من مجموعه من الامور، وحتى قوه الانتماء، وكاين قوه ديال الانتماء. فهذا يسائل ايضا الانديه، الانديه الجماهيريه، الانديه الكبرى التي عجزت عن بيع منتوجاتها كما تبيعها اليوم الالترات. فبعض مجموعه من الالترات اليوم عندها مصادر تمويل، هي ديك المنتوجات التي تبيعها، واللي باش تحصل عليها يجب ان تكون لك بطاقه انخراط لتحصل على هذاك المنتوج. فاذا هذا يسائل ايضا الانديه لماذا عجزت عن تسويق منتوجاتها كما تقوم بذلك الالترات. فصحيح على مستوى اوروبا تجد انه الجماهير ترتدي قمصة الانديه التي تشجعها وليس اقمصه الالترات، وهذا ايضا، لكن في نفس الوقت هذا يسائل الانديه التي عجزت عن تسويق منتوجها امام جماهيرها. سي عبد الرحيم، انت اشتغلتي على القضيه ديال الالترا والمشجعين، كيفاش الواحد يقدر يدخل لشي تنظيم ديال الالترا؟ واش بانك من السهل بانك غير تجي وتقول انا مشجع ديال الفريق الفلاني او الفريق الفلاني لكي تصبح عضوا للالترا، ولا خاصك مجموعه ديال الاشياء تمر منها باش كتولي عضو؟ كيفاش كتولي عضو من الالترا؟ كاين ديما واحد المراحل دي زيتاب باش كانك كتعلن الولاء تاعك لمجموعه من المجموعات، بحال مثلا رجع البيضاء وجرين بويز ولا الالترا ايجلز. خاصك تمشي في لي ديبلاسمون كاملين، خاصك تكون ديما خاصك تعطي من وقتك ومن فلوسك ومن تانفيستي طون ارجون باش تكون معاهم، باش الاموال والوقت وباش يعرفوك الناس انك انت كتعرف الواحد انه تقريبا انا منتمي لواحد الفصيل الترا في المغرب اللي تيكون في لي ديبلاسمون.
هنا راه كلشي فحال في الدار البيضاء، كتجي كتحضر في التيران عادي ماشي مشكل، ولكن كتعرف لي ديبلاسمون ملي كتمشي تقريبا لي 15 ماتش ديال ديبلاسمون كنت حاضر فيهم وكتحضر في الاجتماعات، كتحضر ملي تيكونوا غنديروا نصوبو تيفو غنديروا كوغرافيك تكون هنا وكتحط الفلوس تاعك وداك الشيء وكتبين على الجدارة تاعك، كتقلب على الموقع تاعك في داخل الاوطره بعدا، وملي كدير الموقع تاعك في الاوطره كدير الموقع ديالك حتى في المجتمع، لان اش تيقلب الشاب شاب مغربي اللي ما عندوش واحد الحظ كبير في الثقافه ولا في التعليم وماشي كينتمي لشي طبقه اللي هي وسطى ولا طبقه عاليه، كي كتبقى الاوطره بالنسبه ليه هو كمجال اللي تيلقى فيه راسه، هو الانسان وسط حاضر لي وسط حاضر تيلقى الناس اللي تيشبهوا ليه، نفس المستوى الثقافي، نفس السن، نفس التفكير، نفس الاكراهات اللي تيعيشوها. وحنا كنعرفوا ان المجتمع المغربي صعيب شويه باش دير بلاصتك فيه، بالنسبه للشاب الاوطره كتعطيه المجال متنفس في انه كيلقى راسو، خصك غير تبين انك انت الولاء، انك كتستحق، انك تستحق تكون وكتقلب على الموقع تاعك، لقيتي موقع تاعك في الاوطره راك لقيتي موقع تاعك في المجتمع المغربي. غير خصنا نذكروا انه الاوطرات وثقافه الاوطرات والاستاذ عارف هذا الامر اكثر مني، هي يصطلح عليها بواحد العصابه ديال الاصدقاء التي لا تعترف بالرئيس ولا بالزعيم، بمعنى ان ما عندهاش رئيس ما عندها زعيم، وهي تشتغل كما يقال افقيا وليس عموديا. هذه مكاين الزعامات، مكاين الزعامات، هذا هو الذي يجعل انك لكي تنخرط في هذه الالترا ولكي يسمع صوتك فيها عليك ان تكون حاضرا باستمرار، بمعنى انه غيابك في مناسبة ولا مناسبتين يسقط عليك يعني إمكانية أنك تكون وسط هذه المجموعة وتعطي رأيك وتساهم وتشارك في صنع طبعا تلك الاحتفالية التي تكون في المدرجات. ولكن مادام أنا تحدثت عن الأولترات المغربية خصنا نعترف على أنه الثقافة التي أتتنا طبعا من أمريكا اللاتينية ومن إيطاليا وبريطانيا نسبيا تمغربت، وحينما مغربناها للأسف سقطنا في المحظور، سقطنا في المحظور لأننا بدأنا نقرأ أحيانا في بعض اللافتات خطابات عنصرية، بدأنا نقرأ نتابع يعني مواجهات فيها السباب بين الألترات، وأكثر من ذلك بدأنا نتواجه بالأسلحة البيضاء بين هذه الألترا وهذه الألترا، لدرجة أننا أسقطنا أرواحا. وطبعا تاريخ كرة القدم غير في السنوات الأخيرة شاهد على هذا الأمر، بمعنى أننا لم نحافظ على تلك الثقافة التي أتتنا من أوروبا وأمريكا اللاتينية. حتى ينفعوا حتى ينفعوا مثلا كنشوف مثلا إيطاليا ولا أمريكا وصربيا وصربيا أعنف، يعني حتى أعنف أحيانا مثلا في صربيا كما قلتي بأنه حتى ديك الوطنية المتشددة حاضرة عندهم بشكل كبير. ولكن أنا تنعتقد أنه أوروبا وأمريكا اللاتينية نسبيا تجاوزوا هذا الأمر، في أمريكا اللاتينية تنعتقد مازال مستمر الأمر، ولكن في أوروبا تم تجاوز هذا الأمر، لذلك نحن يجب أن نبحث عن الألترا التي تفيد كرة القدم المغربية، تحمي أرواح الجماهير من أنها تزهق، تعطي تلك الفرجة التي تابعناها في أكثر من مباراة وفي أكثر من ديربي، تلك الجمالية دون أن تتجاوز طبعا الخطوط الحمراء وتصل إلى مستويات العنف. جمال، كنظن أنه الإلترات نفس الثقافة، الإلترات لا في المغرب لا في أوروبا لا في العالم، لأنه عندهم نفس المنطلقات الفكرية يعني بالنسبة للإلترات. كما قلنا هناك مجموعه من الامور الايجابيه المتعلقه يعني بالالترات التي جاءت بها يعني المشهد الكروي في المغرب، يعني لا الحضور الجماهيري لا تشجيع، لا مجموعه من الامور. ولكن في نفس الوقت ايضا الالترات اليوم اصبحت لها يعني عندها كلمه، وهذه الكلمه كتستمدها من القوه يعني التنظيميه التي يعني تتحلى بها. ايضا تحدثنا عن الالترات في نطاقها وفي سياقها المغربي، فالكلمه ديال تمغربت، فايضا نقدر ناخذها ايضا في الجانب الايجابي، لانه في الوقت، لانه ما نساوش الالترات راه تاسيس في المغرب سنه 2005، 2005 الى اليوم راه ماشي مسار طويل جدا، يعني بالنسبه للالترات انا كنتذكر في مجموعه من، فصحيح ان ترفض يعني الامن الاعلام كذا مجموعه من ملاءات ترفعها يعني الالترات، ولكن ايضا تريد ان يتحدث عنها الاعلام، وان كانت يعني توجه رسائل على انها معه في حاله صدام، ولكن ايضا تريد الاعلام أن يتحدث عنها. مثلا في من النادر أن تجد مثلا الإلترات أنها ترفع تيفو في مباريات ديال المنتخب الوطني، ففي المغرب تتذكر مباراة المغرب والجزائر 2011 الرباعية الشهيرة في مدينة مراكش،
في الوقت الذي كان فيه العالم العربي يغلي، فكانت هناك تيفو في مباراة المغرب والجزائر، يتغنى بالمغرب ويتغنى بأسود أطرس، ووجه الكثير من الرسائل. أيضا الإلترات أصبحت اليوم مجموعة من الإلترات في إطار، تتذكر أنه بعد كان عملية يعني المنع ديال الإلترات من إدخال يعني الباش ومن في الملاعب والتيفوات قبل أن يتم التراجع عن ذلك، أيضا اليوم أصبحت يعني تقبل الجلوس إلى طاولة الحوار وإن كان بشكل غير معلن، ولكن أصبحت تقبل الجلوس إلى طاولة الحوار. أيضا العنف أو بعض أعمال الشغب، صحيح هناك يعني بعض الإلترات وبعض الخطابات أيضا في الإعلام لمسيرين ولا لاعبين أحيانا بتصريحاتهم يغدون يعني العنف ويغدون الشغب، وبالتالي لأنه حينما يتحدث مسؤول عن أن فريقه مستهدف ومسؤول آخر يتحدث عن أن هناك مؤامرة تحاك ضد فريقه، فهذا بطبيعة الحال يكون له تأثير على الإلترا من خلالها على الجمهور بشكل عام الذي يشجع نادي معين. هنا أيضا لابد يعني نظام العقوبات في التعامل مع المسيرين، ففي أوروبا التعامل مع المسير تكون العقوبة مشددة جدا. لماذا؟ لأن الخطاب المسير أو خطاب المدرب أو خطاب اللاعب يكون له وقع كبير على الجمهور. بشكل عام أنا أعتقد أن هناك إيجابيات كبيرة في الإلترات، صحيح هناك سلبيات يجب القطع معها، وهناك أيضا بعض الجهات التي يصل الأمر إلى يعني الإجرام، يعني وشاهدنا أيضا أحيانا حتى مواجهات داخل إلترات منتمية إلى نفس النادي، ولكن كمحصلة بالنسبة لعدد المباريات التي تقام في المغرب لا في البطولة الوطنية الأولى ولا في الثانية ولا حتى في أقسام الهوات، اليوم حتى في أقسام الهوات تجد أن الأندية لديها إلترات، وهذا أمر يعني إيجابي بما أن هذا الشاب يجد واحد المجال يعبر فيه عن نفسه يشجع، ولا أحد يسأله لا عن هويته ولا عن اسمه ولا عن نسبه، وهذا أمر يعني إيجابي جدا. من الأمور الإيجابية اللي موجودة في الظاهرة ديال الإلتراس والتنظيم ديال الفرجة في الملاعب هي القضية ديال التيفوات والأغاني والأناشيد. أحيانا بعض الشيء يجيب لك الله بأن هذاك الشيء عفوي وبأن هذاك الشيء غير جي هذاك النهار وجاو داروا هذيك التيفوات، بينما بان كطلب وقت كبير وكطلب واحد الإبداع كبير. مثلا القضية ديال التيفوات، أنت حضرتي ماشي حضرتي بالداخل ولكن ما دخلتش ما دخلتيش لداخل، لان سريه جدا هذه سريه، ولكن عاودينا هذه القضيه ديال التيفوات في ديال لي زوطا كيفاش كيداروا وكيفاش كيتعملوا وكيفاش بان هذا الشيء هذا يكون محاطا بالسريه لواحد الدرجه كبيره بزاف. تقريبا انا كان 2009 2010 كنت حضرت للالترا ايلز، ولكن كنت ما دخلتش للكراج بقيت بعيد، ولكن حدا تنشوف تجمعوا تقريبا كتلقاي 30 20 مجموعين وختامين الصباغات يصوت تقطع وداك الشيء، ولكن الفكره تيكون واحد هو اللي عنده الفكره، هو تيكون هو اللي جايب الفكره الاولانيه غنديروا تيفو يكون في هذا السونس هذا وتمشيو تخدموا عليه. سا برون دو طون، لان تقريبا كاين على حساب الدوانات اللي خدموا بهم وعلى حساب اشنو الاشكال اللي غيدار تقدر تيفو تيخدموا فيه تقريبا واحد اسبوعين ثلاثه، كاين اكثر كاع كاين اللي شهر تيخدموا فيه. يعني بان هذيك القديمه مثلا هذاك التيفو اللي كيترفع في اقل من جوج دقائق كيطلب احيانا شهر ديال الخدمه، وهذا الكوتيزاسيون ديال الفلوس تقريبا الامكانيات الماديه ملي كيجيو واحد 15 يعني باش تغطي مثلا ملعب بالالاف ديال الناس ملي كتجيب الامكانيات الماديه تيكون الكوتيزاسيون ديالهم هذه الاولانيه، حتى لك واحد المساهمات ديال الاداء المساهمات ديال الاداء حتى العائدات ديال هذوك المنتوجات اي هذا ضروري كيدخل، وهذا هما تقريبا كيقدر هذاك الماتيريال باش يخدموا فيه واحد التيفو راه هو اللي كيقدر يعاودوه في تيفو اخر، ماشي بالضبط زعما صافي داروا تيفو باردون سالو عفوا غادي يسولو غير يلوحو صافي، تيقدر يخليو داك الماتيريال باش يعاودو يخدمو معاه ثاني، لان تقريبا داكشي تيبقى واحد ديفيزيون دو تاش، كل واحد عنده خدمه تاعو تيديرها تيقسمو الاشغال تاعهم كل واحد كيدير حاجه، زعما كاين واحد التنظيم اللي هو محكم في داكشي، ولكن النواه تيلقى عندها كاين النواه ديال اي جروب اولترا كنلقى عندهم واحد النواه هي اللي مركز القرار، كتلقى تقدر مع اربعه خمسه سته الان حاليا بانه صعيب بانك باش نتخدرو ارقام، ولكن شنو هما اكبر هي في حساسيه هذه النقطه اللي غنجبد، ولكن شنو هما الارقام ديال لي زولتخا، شحال العدد ديال لي زولتخا اللي موجودين مثلا في كل فريق، وشنو هما اكبر الاوتراس اللي موجودين في هذا وتقريبا الرقم ديال المشاركين فيها؟ ما يمكنش نعرفوا العدد، انا كنت بغيت نضم الجوج ديال واحد الفصيلين ديال الالترات، وكان الغرض تاعي كاين انتماء الفريق الرجاء البيضاء، هما نسميهم جوج الجرين بويز والالترا ايلز، وبغيت انني انا تكون عندي بطاقه ديال المنخرط غير باش نعرف العدد، وما قدرش لا واحد قلنا قال تيخليو داكشي بسريه شويه مادام هذا تنظيم كيف قلنا بين قوسين تنظيم ما عندوش زعيم ما عندوش قواعد، فصعيب انك تعرف الحجم، لان هو اي واحد يعشق الفريق
ويعشق يعني ثقافه تلك الالترا كيمكن ينخرط فيها ويرتدي الشعار ويدير ضد نفس الاغاني ونفس الشعارات وغيكون واحد من المنخرطين. لذلك سنعتقد انه هذه القضيه ديال معرفه العدد يمكن نعرفوها من خلال الحضور الجماعي فقط. في الوداد تنعتقد في الرجاء اليوم هم الاقوياء على مستوى ليزولترا على المستوى الوطني. صحيح كاين طنجه وكاين فاس ولكن الجيش ايضا ولكن كتبقى الرجاء والوداد في اعتقادي المتواضع من خلال الحضور الجماهيري فقط لانه هذه من الارقام اللي يمكن ان تحصل عليها يمكن تكون هما الاكبر. السي احمد مشكح بانك ايضا مهتم بالعمل السياسي بالصحافه هذه وكأنه مهتم بالعمل السياسي. واش هذه القضيه هذه بانتم عندما كترى الانتماء وقوه انتماء مثلا مجموعه ديال الالترا بانه قادر يمشي مثلا من المغرب حتى افريقيا دوله افريقيه، علاش مثلا في العمل السياسي ما عندناش هذه الامور هذه؟ علاش في الاحزاب وفي النقابات ما قادرينش بانهم يجلبوا الناس بهذه الطريقه هذه؟ مادام هذا الشباب هذا قادر بانه يبدع، قادر ينتج، وقادر عنده يكون انتماء قوي لمجموعه معينه. انا الجواب على السؤال انا اقول لك كانت كره القدم في الماضي تسمى بافيون الشعوب ويصطلح على انها افيون الشعوب لان كانت تؤخر الثوره، وهذا في اعتقاد طبعا الخطاب الشيوعي اليساري. اليوم تنعتقد الرياضه عموما وكره القدم على الخصوص هي العقيده الجديده للشباب في العالم، ماشي غير الشباب هنا. اليوم يمكن تكون في المغرب وتعشقوا ريال مدريد او برشلونه او تشيلسي، ويمكن الواحد في افريقيا جنوب الصحراء وكيبغي الرجاء وكيبغي الوداد، بمعنى ان هذه اللعبه خصوصا كره القدم استطاعت ان تستقطب شباب اليوم. اليوم ما بقات لا برج لا 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 راس ماليه ولا وجوديه في العالم ولا شيوعيه، هناك الرياضه عموما وكره القدم على وجه الخصوص. انا في اعتقادي هذا هو الجواب على لماذا نعشق اليوم بعض الفرق واحيانا نموت في حبها، لان هناك متعصبون يعني حينما ينهزم فريقهم كيحسوا واحد الاحساس غريب، والعكس حينما ينتصر عندهم كذلك احساس اخر جميل وراقي. انا كنظن لماذا؟ لان الانتماء لهذ الالترات ولا الانديه انتماء حقيقي وليس مزيف. في العمل السياسي مجموعه من الاشخاص ينتمون الى احزاب ولكن انتماء مزيف، ولا يؤمن لا بذلك الحزب ولا بافكاره ولا المهم لون معين في انتظار منفعه مباشره في انتظار لون اخر. يعني في بالنسبه لكره القدم والالترات لا يمكن ان تغير انتماءك يعني من الترا الى الترا او من نادي الى نادي، وبالتالي نحن اليوم امام يعني انتماء حقيقي لا مجال فيه للتزييف. ايضا بالنسبه للالترات اليوم انا في رايي صحيح كره القدم والرياضه يعني كما قال تمويل الإطرات، هذا ليس يعني هذا امور نسبيه. هناك شباب طبقات متوسطه غنيه ينتمون ايضا للالترات. الالترا مثلا ديال لازيو كنعرفوا العقيده التي تحرك الالترا ديال لازيو فهي من احياء راقيه. كنعرفوا ايضا ريفر بليت الذي فريق الذي يطلق عليه فريق الاغنياء في الالترا ديالو ايضا تضم هذه الفئه من المشجعين حتى في داخل ايضا حتى في الانديه المغربيه ليست فقط مرتبطه بالطبقات المهمشه والطبقات الفقيره ولكن ايضا بشباب
يعني أشخاص ينتمون لطبقات متوسطة يعني وأيضا يجدون ذاتهم في هذا الإلترات يعني في تشجيع كرة القدم. لا غير الإلترات الإلترات هي واحد الثقافة صحيح استفادت منها كرة القدم المغربية، لا أحد يمكن أن ينكر هذا الأمر، خلقات فرجة في المدرجات واستطاعت أنها تستقطب من الجمهور اللي غادر المدرجات لسنوات، ولكن أحيانا بعض الممارسات داخل هذه الإلترات هي التي تسيء لها وتسيء لكرة القدم. ما يحدث اليوم في الملاعب هو من ممارسات ومن شغب يحدث احيانا بتأطير من هذه الالترات. لا يمكن ان ننكر هذا الامر، ما حدث مع جمهور الرجاء او مع جمهور الوداد او في غيره من المناطق الاخرى ومن المدن الاخرى كان بتخطيط من بعض هذه الالترات او من بعض المنتمين لهذه الالترات. لذلك كل ما حافظنا على هذه الثقافه في وجهها الراقي وفي وجهها الجميل كانت أفيد لكرة القدم ولنا جميعا، ولكن حينما تزيغ عن الطريق السليم فكنعتقد أنها تسيء للرياضة ولكرة القدم عموما. سيد رحيم بورقية تقريبا نعم عشان نتكلموا على لا القضية دي الانتماء وبأنه كيفاش تقريبا الفرق ولا من أهم الانتماءات حاليا والولاءات حاليا في المغرب، يعني أكثر من حزب أو نقابة أو مجموعة الأشياء. كيفاش كتفسر هذه القضية الظاهرة ولا لأن الشباب المغربي والمراهقين أنت تلقى راسو في اليوترا، أنا اليوترا كتخاطب بنفس كدير بنفس اللهجة نفس اللغة نفس الإرهاصات نفس التفكير. ملي كنشوفوا الأحزاب السياسية ولا الجمعيات الكلاسيكية لا علاقة اصلا هما تيديروا الجمهور تيدير السياسه بالطريقه تاعو وتيعبر عن الواقع تاعو على الاكراهات اللي تيعيش بطريقه تاعو، كيلقى راسو انه سهل يلقى فكره باش يوصل داك الرساله وداك الميساج عن طريق تيفو وفتيران عن طريق اناشيد واهازيج. غير هو اللي باش من نرجع النقطه ديال العنف، راه العنف راه موجود عندنا مجتمع تاعنا، كاين في العائلات العلاقه بين الاب والام كاين العنف، المدرسه كاين العنف، الجامعه كاين العنف، الخدمه كاين العنف، في مشيتي العنف موجود، اذا ماشي يطرا غير نقولوا بحال كتبين هذاك كتحضنوا كتمنع تروح المرآة داك الشيء يوقع في المجتمع. يعني فعلا كاين ممارسات تكون عند مجموعه ديال الاطراء هي اللي كتغذي وكتنتج لهذاك العنف، ولكن راه كاين واحد العنف اللي هو غير تيجي للملعب. الملعب ماشي الاطراي اللي كتنتجوا، ماشي الملعب هو اللي تيخرجوا لينا، واحد العنف اللي تيجي تلقى راسه، لان الانشطه الاطرا كاين شي حوايج اللي هما في القوانين المعمول بها القوانين العرف ديال الاطرا، هو انك خصك تفوفولي ديك لي زيشارب ديال الاخرين تاخذ الباش تاعهم والاخرين راه تي ممارسه وهذا راه تنتصر عليه اللي غنمشي هذا داخل في داخل داخل في العرف الثقافه ديال الاوترا، ولكن راه ماشي كاع المجموعه ديال الاوترا كيلقاو راسهم في هذه الممارسات. هذا كاين شباب اللي تيمكن مثلا انا ماشي الهدف تاعي هو نجيب باش نشجع الفرقه تاعي والجروب تاعي، انا ما غنمشيش ناتاكي الاخرين، انا هنا كندافع على راسي. بالعكس انك في العالم ديال الاوترا خصك تكون عندك عناصر اللي خصك ما تكون ما تخافش تكون كتزعم شويه باش تدافع على راسك، لان في المجموعه الاوترا الا كنتي عندك واحد المجموعه اللي هي شويه فيها دراري ظريفين وزوينين ما تلقاش بلاصتك. هما تيقولوا هذه القضيه دي كيفاش كتفسروا مثلا القضيه ديال العنف في الملاعب اللي كان شاهدنا مثلا في هذا الاسبوع هذا اللي فات، شاهدنا المقابله العنف اللي كان في مقابله الجيش الملكي ونادس بركان، يعني حتى في الدقائق الاخيره من المقابله ونشوف واحد العنف واللي ادى لواحد الامور يؤسف لها. كيفاش كتفسروا مره كتبان لك هذه المظاهر ديال العنف هذه في داخل الملعب؟ واش كما قال سعد الرحيم ماشي طبيعيه او لا بانها جزء من التكوين ديال المشجعين وجزء من هذيك التنظيم المنظومه فيها عنف حاضر فيها؟ لا هو انا قلتها في بدايه الحلقه هذه الالترا ثقافتها التي اتتنا طبعا من اوروبا ومن امريكا اللاتينيه قمنا بمغربتها، وحينما مغربناها للاسف الشديد احيانا يعني خرجت عن طريق الصواب وعن الهدف الاسمى التي يفترض ان تقوم به، ولذلك بدات هذه المظاهر ديال العنف هنا وهناك. ما حدث غير بالامس القريب دليل على ذلك، لانه الالترا التي تسببت في هاد السلوكات وفي هاد الممارسات كانت تريد ان تبعث برسائل للمسيرين، وهنا كنرجعوا لكي نتحدث عن واحد الشق مهم جدا، وهو ان بعض المسيرين يستثمرون ويستغلون هاد الالترات في قضاء ماربهم
اولا في الوصول الى المسؤوليه في تمرير الخطاب ديالهم الذي يريدونه، بمعنى انه احيانا المسيرين ديال الانديه وبعض المسيرين ديال الانديه يساهمون في اذكاء نار الغضب بين الجماهير وفي خلق مثل هذه الممارسات التي عشناها بالامس القريب. سي جمال، كنظن لا يمكن ربط العنف فقط كما قلت بالالتراث، العنف هو جزء من هذا المجتمع، وهذا الالتراث ايضا بسلبياته وبايجابياته وباعقابها هي صوره ايضا لهذا المجتمع، لان ما يمكنش ناخذ الالتراث ناخذ فقط نريدها بوجه ملائكي، وايضا لا يمكن في نفس الوقت ان نشيطن هذا الالتراث. صحيح هناك اعمال عنف، بعض اعمال العنف وبعض اعمال الشغب في بعض المباريات، ليس كل المباريات، لانه حتى حسن الحظ ليس بين جميع المباريات، ولكن ايضا هناك صحيح بعض هناك بعض يعني بعض المنتمين لبعض يعني الالتراث يجيشون، يمكن ان يساهموا يقومون بالتهييج احيانا الى درجه تحريض على يعني بعض هذه الممارسات، ولكن ايضا في المقابل لا يمكن ان نرمي يعني المسؤوليه كامله على الالتراث. فحتى على مستوى يعني الولوج الى الملاعب المغربيه، فبعض الملاعب في المستوى ولكن ملاعب اخرى لا توفر الحد الادنى من الاحترام يعني الادميه ديال هذا المتفرج الذي يقتطع ثمن تذكره ليشجع فريقه ولا يحضر مباراه لكره القدم. فمجموعه من الاجراءات مثلا التي تعهدت يعني الحكومه قبل 3 سنوات باتخاذها فيما يتعلق بمحاربه ظاهره الشغب والعنف في الملاعب لم يتم تنزيلها على ارض الواقع. مثلا كان تتذكر انه قبل 3 سنوات كان هناك اجتماع يعني لمجموعه من القطاعات الحكوميه في مقر وزاره الداخليه، وتم الاتفاق على 13 اجراء لمحاربه ظاهره الشغب في الملاعب، من بين الاجراءات ترقيم الكراسي، تزويد الملاعب بالكاميرات، مثلا مباراه ديال مولوديه وجده ونهضه بركان التي جرت بالمركب الشرفي بمدينه وجده والتي عرفت احداث عنف، فالملعب تم افتتاحه دون ان تكون ولو هو كاميرا واحده مشغله. فاذا الاشخاص الذين والمسؤولين الذين سمحوا باستخدام هذا الملعب وافتتاحه دون ان يكون مزودا بالكاميرات هم ايضا يعني مسؤولون عن الشغب. فاي جمهور في العالم اي الى ما وضعتيهش في السياق يعني الملعب في المستوى مجهز والقانون ايضا تطبيق القانون، فاكيد ممكن ان تكون هناك ممارسات. هذا الانجليزي او الاسباني او الفرنسي الذي يحترم يعني كره القدم ويحترم القانون، لماذا يحترم القانون؟ لانه يعرف ان القانون سيطبق عليه وانه كيطبق على الجميع ليس بانتقائيه. ايضا على مستوى من بين الاجراءات ايضا هو ايضا كما قلت ترقيم ديال الكراسي، الكاميرات، يعني متابعه يعني دائمه، لجان يعني واحد اللجنه كان خاصها تكون تجتمع، سمعنا على اللجنه ولكن لم نرى هناك اي اجتماعات في هذا الاطار. وبالتالي هنا التعامل باستهتار مع الظاهره ديال شغب الملاعب، كما قلت لك ايضا هناك ايضا حتى مسؤوليه يعني حكوميه، لان كما قلت لك مجموعه من الوزارات، وزاره العدل، وزاره الداخليه، وزاره الشباب والرياضه، كانت ايضا حضور ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، مسؤولين ديال الوقايه المدنيه، فمجموعه من الجهات لم تلتزم يعني بهذه الاجراءات 13 ولم تقم بتنزيلها على ارض الواقع. في المقابل ايضا كما قلنا هناك بعض من يدفع بالشغب، هناك الترات ايضا فتمرر يعني مجموعه من الرسائل والترات يعني منظمه ولا تقوم باعمال يعني الشغب. فكما قلت لك لا يمكن ان نضع البيض كله في سله واحده، ولا يجب على كل طرف ان يتحمل نفسه بما في ذلك الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. فتحدثت عن مقابله ديال الجيش الملكي ونهضه بركان، وتتذكر ايضا مقابله ديال الجيش الملكي وفريق الرجاء حينما عاقبت اللجنه التاديبيه فريق الجيش الملكي بمباراتين والرجاء ب4 مباريات. اليوم حتى نكون يعني موضوعيين ومنصفين، اللجنه التاديبيه عاقبت يعني فريق الجيش الملكي بمباراه واحده، مع ان القانون يقول انه حينما تتوقف مباراه العقوبه تكون مشدده وتصل على الاقل الى 4 مباريات. ايضا هذه الانتقائيه في التعامل يعني مع الاحكام ومع القانون وعدم تطبيقه، هذا ايضا كما لو انك يعني كمسؤول تمرر رساله لهذا بعض الجماهير تقول له مارس الشغب على راحتك فالعقوبه ستكون مخففه جدا في حق فريقك. غير المسؤوليه بسرعه، غير باش نبقى في نفس السياق اللي تحدث عليه جمال، وهو الاجراءات. من بين اهم الاجراءات الاخرى هي منع القاصرين من ولوج الملاعب. للاسف الشديد اليوم
القاصرون ويشكلون واحد النسبه كبيره في المدرجات بالاكثر من هذا. ونحن نتحدث عن الالترات القاصرون يشكلون واحد النسبه ديال تقريبا 40 ولا 50% ضمن الالترات. في جون الالترات هناك قاصرون. هنا يجب ان نطرح السؤال، هل من الواجب علينا نحن كمسؤولين ان نترك القاصرين هكذا يعيشون فسادا؟ لانه احيانا القاصر باعتباره طفل هو حينما يرشق رجل الامن يعتقد انه يلعب انجاز وإنجاز، خصوصا حينما كانت الكاميرا تسلط عليهم. اليوم من حسن الحظ ان المخرجون ديال القنوات التلفزيونيه بداوا لا يسلطون الاضواء على مثل هذا. سياده الفيفا تقول هذا بمعنى انه مغربنا الالترات ولكننا ارتكبنا الخطا القاتل، لانه نسبه كبيره وانا اعرف هذا الامر، نسبه كبيره من من من, من القاصرين موجودنا داخل الالترات بشكل كبير وكبير جدا، وهذا مؤسف ومؤسف. سي عبد الرحيم، قضيه العنف ملاعب العنف واش ممكن تجاوزوه او لا؟ هو كما قلتي في الاول هو جزء من المجتمع وجزء من الطبيعه، مرتبط بالاشخاص بالافراد المجتمع تاعنا. لان تقريبا كنجو العنف في جميع كما قلت لك في الملعب ولا في الجامعه ولا في المدرسه ولا في الشارع. هذاك العنف اللي كتلقاوه راهو غير نموذج مصغر لما يحدث في المجتمع المغربي تاعنا. غير هو انا كنتفق مع جمال اللي تيقول ان خصنا نحطوا جميع كاع البيض كله في سله واحده ونقولنا شيطانه الالترات وداك الشيء. حتى الالترات ماشي هما المسؤولين عن العنف، كيكون واحد الطرف كيكونوا اداه. ولكن لكن هاد الالترات اللي كنا حنا اثرناهم وعرفنا ان نحضنوهم ونواكبوهم، انك انت خصك تكون انت هو المسؤول، انت هو المخاطب، انت هو المخاطب، انت اللي كتقدر تاكومباني، انت هو الادولت، انت خصك تشدو تحضنو باش تعطيه الطريق اللي يمشي فيها. ما كتخليه غير كتشيطنو تقول هذا راه هاد الناس راه هامشيين، راه ناس اللي كيتسبوا غير بالباله، تيجونا غير باش يديروا المشاكل. لا، لانك انت ملي كتقصيه بحال كتخليك تقول ليه اللعب تاعك، وما خصك تحاول تدمجو عندك انت، تجيبو وتعطيه الوسائل باش يقدر تخاطب مزيان، تقدر تكومونيكي معاه، تقدر دير لك الفان كوتشينغ اللي كاين كيدار قبل، دار في الانجليز، دار في هولندا، دار في المانيا، دار في بلجيكا. وحنا من سنوات انا تنشوف كمتتبع فان كوتشينغ انك دوك المخاطب الاول هما الالترات، انك كتاثرهم، كتكون لقاءات، كيكون لجان، كتسنط ليه، كتدي مع ماشي المسؤولين راه تيجتمعوا بهم سيرتو قبل من تعتقد رجال الامن كيديروا لقاءات واجتماعات ضروري، لان قبل من الاطراء خصك ضروري تعطي الميساج اللي كيكون في التيفو عندك. كاين خص يكون داكشي توسع شويه، لان فان كوتشينغ ماشي هو غير قبل من الماتش خصك تجمع تشوف الجمهور المشجعين، لا خص داكشي يكون مواكبه اللي تكون بواحد الطريقه مستمره، تكون واحد عندنا واحد الخليه اللي تكلف بهم. لان شنو حتى هو راه كيبغي يمشي للتيران يدوز ديك ساعه ونص ترونكيل ويرجع لدارو، ماشي حتى هو تيقلب على الماشي. غير هو كاين ممارسات صراحه، ممارسات اللي خص حنا كالمسؤولين الامنيين عامه يقوموا بواحد الاجراءات احترازيه واستباقيه. ماشي راك تتوقع واحد الاحتكاكات والصدامات عاده يدخل، بالعكس خصك انت من الاول اونامون تحاول تقوم بجرعة احترازية واستباقية باش تمنع داك الشيء. إما الأمور لا تطورت وملي كينقولوا اختارت ديك الحابل والنابل صافي، مولا سنة تتكون ديما، لأن العنف اللي متعرف عليه في العالم ديال الأطر هو العنف الرمزي. العنف الرمزي هو أنك كيكون حتى في دوك لي باتل ديال الدراري ديال البريك دانس، حتى في لا بوكس الإنسان كتناقش معاه بحال كتحمم كأنك كتبروفوكي شي كلاشات ايضا، هذاك عنف رمزي حاجه اللي طبيعيه كنلقاو في الانترنت كنلقاو في هو استاذ رحيم. انا نختلف معك ملي وكانك تشرعين العنف اللي كتقول لنا انه كاين في المجتمع، كاين في الاسره، كاين في المدرسه، خصنا ننقلوه للملعب. انا لا ما متفقش معك، انا ما قلتش لماذا لا، لانه موجود هنا خصو يكون هنا بالضروره. يفترض انه في هذاك المكان هو مكان من اجل واحد الفرجه اللي هي لعبه كره القدم، هو مكان اللي يجب ان نحتفل فيه ونحتفي بالفريق ديالنا حينما ينتصر، ونصفق للفريق حينما ينهزم، بمعنى انه وكاننا ذاهبون الى صاله مسرح او الى السينما. ما خصناش دائما نفكروا اننا ذاهبون للجحيم، لانه للاسف الشديد ملاعبنا ديال كره القدم اليوم بتواجد هذه الالترات بعض
بعض وبعض الناس اللي كيكونوا في الهواء ديال الاوترات يسيء الى الفريق ديالو والى اللعبه ككل، الى الرياضه ككل. ولذلك بدا الناس يقاطعون المدرجات الملاعب، بدا الناس يقاطعون، لانه ما يمكنش تمشي للملعب مع الابن ديالك ولا مع الزوجه ديالك ولا مع الاخت ديالك بمثل هذه الظروف اللي كاينه فيها الملاعب. دابا هذاك المنتوج اللي عندنا في الملعب، داك الشاب وداك المراهق اللي هو كينتمي للاوترا ولا ما كينتميش، هذاك المنتوج منين جاينا حنايا؟ راه وليد المجتمع، راه وليد واحد التربيه، وليد واحد داز واحد الصيروره ديال دوك الفاعلين الاجتماعيين لي زاجون دو سوسياليزاسيون اللي هي العائله، المدرسه، دور الشباب اللي ما كانوش، دوك الفلترات ما داش منهم هو. لقينا عندنا في التيران، سي ان برودوي فيني تحط عندك في التيران، خصك تجيريه، انت ما جريتيش من الاول، ما خدمتيش معاه، ما عطيتيش واحد لاكسي للثقافه، ما عطيتيش واحد لاكسي للرياضه، ما حضنتيش، ما تصنتيش ليه. حيت ملي كتكرر الاحداث، هنا كنطرحوا السؤال علاش تكررت؟ بمعنى اننا ما قدرناش نعالجوها. ما حدث بالامس في الرباط هو نموذج حدث عشرات المرات في الدار البيضاء، في فاس، في خريبكة، في كل تماما. غير داك الشيء اللي وقع في الرباط هذاك تقريبا كان موجه ضد رمز من رموز الدوله، لان كان موجه داك الشيء للامنيين، لان حتى الشاب المغربي تيشوف راسو ما عندوش الحقوق تاعو، انه ما تعيش واحد العيشه اللي هي تقريبا كريمه، انه مهضوم في شحال من حاجه، تتكون فرصه عندهم اللي تيجي داك الامني قدامه تيبقى هذاك هو خصو يغيكلي مع لو كونت تاعو، لان هذاك هو اللي بسببه علاش هو في هذه الوضعيه هذو. لا ما كاينش شي حوايج اللي خص الانسان، انا ماشي كنشرع عنه، تنقول غير ما امكن نحاول نعطي واحد، اسمح لي سي جمال، كنحاول ما امكن نقول الحلول. الحلول راه ماشي ما كايناش، راه كاينه غير كيبغي داك الشيء خدمه، لان منذ 10 سنوات 20 سنه انا عندي كنعاودوا نفس الهضره كتعاود، الوغ كو باش انك عندك واش انك كتحل انت مع واحد 20 ولا 30 الف واحد، ولا نقول مثلا في الملعب راه ماشي 30 الف واحد كلها كدير شغل، راه كتلقى واحد العناصر اللي هي ما كتجاوش 120 اللي كدير بالبال، هذيك باش انك تحاول انك تشدها تكاناليزا تدمجها، لا ما قدرتيش عليها بحال احنا نحلو غير مع هذوك. جمال صديقي، هو انا قلت راه سهل انك تحمل الارتراء بوحدها مسؤوليه ديال اعمال العنف وديال اعمال الشغب. فاليوم مثلا حنا تابعنا اليوم مقابله ديال الديربي ملعوبه في مدينه مراكش، فهذه معاناه، هذا جحيم بالنسبه لهذاك المشجع، ماشي كل شيء عنده الامكانيات، وايضا حتى الحميميه، العلاقه مع الملعب، مع المكان، فالعلاقه ديال المشجع ودادي او رجاوي مع الفيراج في ملعب محمد الخامس ماشي هي نفسها أو في الرباط او في يعني او في مدينه اخرى. فطبيعه الحال لا احد يمكن ان يبرر اعمال العنف او اعمال الشغب، ولكن ايضا يجب على كل طرف ان يتحمل مسؤوليته. انا اعطيتك مثال اليوم، قطاعات حكوميه لم تلتزم يعني بقرارات يعني تحدث عليها يعني هذه قبل ثلاث سنوات لمحاربه الظاهره. ايضا ملاعبنا، مجموعه من الملاعب، وهذا ماشي مبرر ما كنتحدثوا على الملاعب، ولكن لانه من حق هذا المتفرج يمشي واحد الملعب فيه على الاقل مرافق الصحيه باش انه يتابع المباراه، يخلق لك جو جميل وسليم. فمن حق هذاك المشجع يكون في واحد الظروف يعني جيده. ايضا لابد من فهم الثقافه ديال الالترا. فتحدث الاستاذ على العنف الرمزي، فعلا قدر من 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 خلف الصوره كيبان انه امور غير مقبوله، ولكن ثقافه الالترات بعض الكلاشات مقبوله، تظهر لك يعني كمتتبع انها احيانا تتجاوز يعني الحدود، تتجاوز مجموعه من الامور، ولكن بالنسبه لهم هما مقبوله. صحيح لا يمكن يعني التسامح مع الرسائل العنصريه، ولكن الرسائل الموجهه للالترات فيما بينها في اطار هذه الكلاشات وفي اطار الثقافه ديال الالترا اللي هي عندها نفس المنابع نفسها، سواء في المغرب او في اوروبا او في امريكا او في مناطق مختلفه في العالم، فنفس المنابع ديال الثقافه ديال الالترا. ف تحميل شنو كيبان لكم الحل لهذه القضيه ديال العنف لكي لا نرى مره اخرى ما وقع او بدرجه اقل ما وقع في 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 مثلا في الرباط مؤخرا؟ لا، هو خاص كل هو كل طرف يتحمل المسؤوليه ديالو. مثلا اليوم من بين الاجراءات 13 هو ان وزاره الشباب والرياضه يجب ان تقوم بحملات للتوعيه. هل اليوم وزاره الشباب والرياضه تقوم بهذه حملات التحسيس وحملات التوعيه؟ العقاب كما قلت لمستوى المدونه ديال العقوبات في الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، هل يتم تطبيقها كما هي؟
واش ما كاينش احيانا جبر الخواطر، ما كاينش احيانا استسلام للضغوطات الجماهيريه وبالتالي تخفيف بعض العقوبات التي لا يجب ان تخفف، وانما يجب تطبيق يعني المسطره. ايضا التعامل مع بعض التصريحات التي تهيج الجماهير سواء من خصوصا من المسؤولين، فغير مقبول ان مسؤول يهيج يتحدث عن مؤامرات يتحدث عن استهداف ثم تمر الامور كان شيئا لم يكن. ايضا ماشي غير الالترات، كما قلت لك الالترات هي جزء من هذا المجتمع، اعطاب كاينه في مجموعه من مرافق يعني في هذا المجتمع، والالترات كما هي صوره لهذا المجتمع دون ان يعني ذلك انه تشجيع على نقل العنف الموجود في المجتمع في الشارع الى المدرجات. سنعتقد لو سمحتي استاذ رحيم، تطبيق القانون سنعتقد هو الحل. هناك قانون في هذه البلاد يجب ان يطبق، كاين ممارسات ديال العنف انا اسميه ارهابا داخل الملاعب، وكرة القدم اليوم هي الضحية الاولى لهذه الممارسات، مش العكس. احيانا يعتقد البعض ان الجمهور هو الضحية، لا، كرة القدم كلها بكافة مكوناتها هي الضحية ديال مثل هذه الممارسات. اذا طبقنا القانون في وجه هذه الفئة التي تغير من حميميه الملاعب ومن جماليه الملاعب، اليوم كي قلت العدد كبير من الجماهير بدات تقاطع فقط لانها ستذهب الى الجحيم. حينما نطبق القانون وحينما نضع اليد على الجهه التي تخلق هذه الممارسات وتشجيع هذه الممارسات تطلق النيران ديال هذه الممارسات، اكيد اننا غادي نلقاو الحل وغادي ننتهيو من هذا السلوك الذي كي قلت يسيء الى كره القدم المغربيه، ولكي لا نسقط في المحظور مثل ما حدث في عدد من الدول، ما حدث في مصر مؤخرا، مساله يجب ان نعتبرها درسا نتعلم منه. اعداد كبيره سقطت قتيله، واعداد اخرى حكمت بالاعدام، بمعنى انه كل هذه بأسباب كروية ولأسباب عندها علاقة بالمقابلة اللي كانت ما بين الأهلي وبورسعيد. بورسعيد واحد سنوات غير لا ماشي يعني ما بعيداش. لا وإن كان هذه المقابلة هنا سمحتي لي، وإن كان في هذه المقابلة بالضبط ديال الأهلي والمصري البورسعيدي اللي سقط فيها 72 قتيل في هذه المقابلة، هناك ما تحدث أن الأمور كان مخطط لها في الظل يعني مش نفس السياق، لأن فاش نفس السياق طبعا السياق السياسي والسياق الأمني ماشي بس، ولكن ألبست بلبوس ديال لي زولترا هما لعبوا على بحال نقولوا فكروا مزيان ولعبوا على ذاك الحزازات ما بين الجماهير ديال المصري الفريق ديال بورسعيد وديال السياق، ماشي هو لا السياق السياسي لا السياق. بالنسبة لك سي عبد الرحيم، الانتهاء من هذه القضية هذه ديال العنف شنو كيبان لك بانه الوسائل التي يمكن ان تتخذ من اجل الحد من ظاهره العنف في الملاعب؟ اولا تقريبا ماشي واحد تيلبس اشارب وتمشي تيران تمشي تشجع عنده تشجع فرقه، لا راه كاين واحد عنده الغرض تاعو، ماشي كلهم جايين باش يتفرج. خصوصا القصير دابا اتفقنا خصوصا القصير مثلا، حتى انا تنقول حتى انا من صغري تمشي تيران، انا ملي كنسمعك تقول ذاهب الى الجحيم صراحه راه بحال انت كتحدث شي حاجه اللي ما تنعرفهاش. لا اسمح لي، في السنوات الاخيره بدات اولا تحدث جمال على ظروف ديال ولوج الملاعب، راه بعض الملاعب راه جحيم باش تدخل ليها بالتذكيره ديالك، ولا كنتي عند صحفي بطاقتك الصحفيه كنتي مسؤول ببارج ديالك كمسؤول، ومع ذلك تعاني لكي تصل الى المكان ديالك. هادو مسائل تنظيميه اللي صراحه خصنا نتفاهموا وخصنا نحاسبوا المسؤولين اللي كيتكلفوا بولوج الملعب، هذيك واحد الموضوع اخر اللي زعما المسائل التنظيميه والامكانيات ديال الملعب الولوج، هذوك مواضيع اللي زعما صراحه خصك تعاود فيها النظر، لان انا كنت صحفي كنت في المغرب انا كنت نحاول نولج الملعب وداك الشيء كنشوف شفت شي امور زعما اللي هي شي ممارسات اللي ما انت كانسان كصحفي ما ترضاش عليها. صح، اكبر اسمحتي لي واحد الاضافه، اكبر استهتار هو ملي كتلقى مثلا ملعب محمد الخامس هذا المعقل ديال فريق الرجاء والوداد 4 سنوات لاصلاح ملعب، الناس يعني بناوا ملعب في 14 شهر وفي 18 شهر، ونحن يعني المسؤولين ديال اللي قائمين على اصلاح الملعب دخلوا كتاب غينيز الارقام القياسيه، لان هذا ملعب لاصلاحه يعني يكلف 4 سنوات من اجل اصلاح ملعب، مع ما يشكل ايضا ذلك من معاناه الجماهير ومن توتر ما بين الفئه ومن توتر ومن الانديه، وشفنا انه بعض المشجعين اللي ماتوا يعني في حوادث سير وهم يتنقلون سواء لمسانده الوداد او لمسانده وفيها خساره يعني ماديه للفئه فهذا اكبر استهتار انه ملعب يحتاج الى 4 سنوات من اجل اصلاحه فقط وليس بنائه. وانا اعتقد ان اصلاح الملعب وهذا التاخر يمكن تكون
عنده شي خلفيات اخرى غير ان يفتح ابوابه. ما اعتقد لانه هذه المده اللي تحدث على جمال مساله مثيره جدا. ولكن الاخبار تقول بانه سيفتح قريبا وبان حتى بان النهائي ديال ربما حتى البلاغ سمحتي لي حتى البلاغ اللي صدر ديال افتتاح الملعب ما تعطاش تاريخ محدد نهايه ماي غريب يعني حتى باش تعطي تاريخ ديال اعلان الملعب تعطي تاريخ بالضبط فنهايه ماي فهنا ايضا علامات استفهام كبيره ان امور ينتظر نهايه الموسم لي يعني افتتاح هذا الملعب او فقط ليحتفل احد الانديه بتتوج بلقب البطوله. استاذ رحيم بورقيه غير باش نرجعوا للحلول ديال العنف لان تقريبا هذاك الاطرات مجموعه اللي عندنا راه ماشي مجموعه متجانسه. واحد كيجمع الحموله تاعو كيجمع الترميه تاعو كيشوف هو كيفاش تيشوف راسه بعدا كيفاش كيتعامل الاخر. واحد عنده حموله تاعو كاين انسان اللي نقولوا انسان اللي تربى في واحد الوسط اللي عطاه وسائل التواصل اللي هي مقاده تقدر تواصل مع الاخر بطريقه اللي هي ايجابيه وطريقه نقولوا ما بين الحضاريه راه تينقل نفس التعامل للملعب. ما لا كان هو في الحي تاعو وسط العائله تاعو ما عندوش دوك اساليب التواصل الخطاب راه تينقل نفس الاشياء. وحنا في المجتمع المغربي عندنا ذاك النموذج اللي دابا اللي هو السائد ماشي هو ذاك الانسان ولد دربكم اللي ناجح طبيب ولا استاذ ولا محامي ولا صحفي. النموذج هو ذاك 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 تاجر المخدرات. النموذج هو ذاك هو اللي زعما قدرنا نحاربوا هذا النموذج غنكونوا نجحنا لانه باش غتحاربوا اذا خص واحد الحل خص واحد العمل اللي هو نقولوا قاعدي من الاول خصك تخدم اون بروفوندور من الاول لي زاجون سوسياليزاسيون هذوك شي حاجه طبيعيه عندك العائله والمدرسه ضروريين هذوك من الاولين خصنا نتفاهموا معاهم ونعطيو لهاد الوليدات هادو نعطيهم اساليب اخرى تعطيه داكسي الثقافه تعطي داكسي الرياضه باش تكون واحد المجتمع اللي هو قولوا متين وحضاري وقادر على مواجهه البرنامج. كلمه اخيره جمال كلمه اخيره بغيت نقول انه في كره القدم وفي الالترات مجموعه من القواعد تتكسر من بينها انه انسان تربى في واحد العائله ولا على درجه عاليه من الثقافه انه ممكن يتعامل معها بهدوء. بالعكس كتشوف الملاعب يعني اشخاص على درجه كبيره من الثقافه والمسؤوليات ولكنه متعصب أكثر من الأشخاص العاديين، فمجموعة من القواعد تتكسر حينما يتعلق الأمر بكرة القدم لأن مجال فيه العواطف، فيه انفعالات وفيه أمور أخرى كثيرة التي تؤثر على ذهنية المتفرج أو المشجع. واللي أحيانا هذه هي الجمالية ديال كرة القدم. وهذه هي جمالية كرة القدم والمتعة ديالها. يعني ملي كتلقى مثلا في الملعب كتلقى الإطار حدا العامل حدا مثلا هذاك الإنسان اللي ما لاقيش الشغل فهذه هي الجمالية ديال كرة القدم. في المغرب صعيب باش كتلقاهم حدا بعضياتهم. سعود الشكا. خصنا نعترفوا مرة أخرى لأن الألتراس استطاعت أن ترسم لنا واحد الصورة جميلة في الملاعب واستطاعت أن تستقطب جمهور كذلك كان غائبا عن الملاعب ولكن يجب على الألتراس أن تحافظ على هذا النسق الجميل وألا تنزاح إلى ممارسات أخرى مثل ما يحدث الآن من عنف من اعتداءات من وتحدث الأستاذ على أنه كل واحد تيمشي للألترا لهدف ما فكاينين اللي كيمشيو للنشل فقط والاعتداء على الاخرين بمعنى انه داخل الالترا يجب ان ننظف اولئك الذين ليس همهم هو ان ينشروا الاشياء الجميله في كره القدم بل الاشياء القبيحه. سي بورقيه رحيم بورقيه كلمه اخيره. كلمه اخيره أنا كان النقطه اللي كنحاول دائما نختم بها هي ان باش زعما نكون واحد المجتمع عندنا حضاري ومتين وقادر زعما انه يواجه التحديات ديال المستقبل خصنا نستثمروا في هذا الشباب اللي عندنا هنايا. استثمار يكون بعمل قاعدي كما كناكد ديما على الثقافه وعلى الرياضه. هادو اشياء زعما اللي مهمه باش الانسان كتغذي الشخص الشاب ولا المراهق وكتعطيه فرصه انه يعبر على راسه وفرصه انه تقريبا يشوف امور بواحد من نظره ايجابيه انه يقدر يشوف احلام يقدر انه يقدر يوصل يقدر يحقق الذات تاعو. الا احنا من الاول نقولوا اون كوبي هاد الامور هذا ما كاين لا ثقافه ما كاين لا رياضه بحال حنا تنخليو هاد الشباب على الهامش كنخليوه عرضه للضياع وانه غادي يكون وبال علينا في الاخر وكيلقى راسو في الملعب كيلقى فرصه فين انه تيعطي يعيته في الارض فسادا. شكرا لك. وصلنا لنهايه البرنامج اللي خصصنا اليوم كره القدم الوطنيه خصوصا ثقافه التشجيع الرياضي ظاهره الالتراس واحيانا ما نشاهد من ظواهر عنف داخل الملاعب المغربيه. اشكر اذا الضيوف ديالي اشكر حمد مشكح نائب رئيس الجمعيه المغربيه للصحافه الرياضيه شكرا لك الحضور معنا. اشكر ايضا جمال سطيفي صحفي بيوميه المساء رئيس القسم الرياضي بيوميه المساء شكرا لك الحضور معنا. شكرا لك. وايضا السي عبد الرحيم بورقيه استاذ علم الاجتماع وبانك انت متخصص في الظاهره ديال الالتراس شكرا لك الحضور معنا. شكرا للجمهور الكريم والى اللقاء الاسبوع المقبل.